عندي مفاجأة لكم أسرة الإعلامية. علمت منذ قدومي إلى الولاية أن فيها أمنية للأسرة الإعلامية منذ سنين وسنين ولم تحقق. فأعلن الآن أننا بعد انتهاء التكريمات سننتقل معا لنعلن ونعين دار الصحافة لكم. دار الصحافة هنيئا لكم. كما أشرت لذلك يعني حقا منذ مجيئي قبل 7 أشهر علمت يعني بطريقة غير مباشرة أن كانت أمنية لكم منذ سنين وسنين وإن كان لم تعبروا عليها مباشرة، ولكن هذه كانت من بين الأفكار التي كنت أريد أن أجسدها على مستوى هذه الولاية. فورا ما أتيحت لي الفرصة يعني بهذا الفضاء فخصصته لكم، فهنيئا لكم. أتمنى أن تكون انطلاقة جديدة بالنسبة لكم، وكما قال الزميل فرصة أخرى لمن شم كل عائلة بكل أفكارها. نبارك نحن رجال الإعلام في غليزان هذا الإنجاز وهذا المشروع ليخدم رجال الإعلام في ولاية غليزان. ربما هو مكان جماعي لكن هو مكان نلتقي فيه نحن الصحفيين من أجل نقل كلمة المواطن مباشرة إلى الإدارة وتقريب الإدارة من المواطن. شكرا، السلام عليكم. شكرا، مبارك لك زيدان جدالي. الذكرى وأعود أذكر هاتين الصورتين هما أول ما سيوضع في دار الصحافة، اللوحتان فنيتان كذكرى لهذا اليوم 3 مايو.